كانت كبيره البوان اللي كنا نجم نكوروا فيها وكنا صغار نكوروا هذيك نعملوا ايكيب ونكوروا في البلاصه هذيك. نحكي على المكان هو بيدو كانت نمشيو ندخلوا لداخل البلاصه هذيك نتاع الكروت باش نكوروا فيها و... وعندها ما عندهاش برشا معناتها هي لوروشمون اللي تحط شوف كل الاسباس اللي خذاه لوروشمون في المشروع هذا الاخير اللي عملوه هو لوروشمون تحط على المكان اللي كنا نلعبوا فيه الكره لا بلاج دي كروت بس حقت انترفونسيون بارتيكولير سورتو با اون انترفونسيون تل كيل ايتي فيت المناطق الطبيعيه هذيا حتى كيفيه التهيئه نتاعها كيفيه بارتيكولير سو سون دي زون où les aménagements se font comme on fait de la broderie. On ne fait pas des travaux lourds, massifs, on n'enroche pas, on ne bétonne pas, on respecte le paysage du site et on respecte également l'esprit des lieux du site. Anne de la Palle, comme une liste, il y a 30 zones sensibles côtières, nous nommons la zone des grottes. يمكن فيها بتيت انترفونسيون لكن مش بالتشويه هذايا وبالتخريب هذايا وبالدمار هذايا فما راهو فينومين دو ايروزيون داتاك دو ليتورال موجوده وجينيراليزي ميم سي توت لا كوت تونيزيان با سبيسيالمون دو بيزيرت ولا دو غروت مي اللي احنا اللي غايضنا اللي لا تكنيك اللي عملوها ماهيش تكنيك دو بروتيكسيون دو بلاج سي بلوتو اون تكنيك دو بروتيكسيون دي بور بتيتر ولا دوتر اندروا اللي هو ماهيش دو بنيات لونروشمون بالعكس الاكسيلير il accélère la détérioration des plages. À la hauteur, l'enrochement ou abîme il accélère la cinétique, le transit sédimentaire. Ou mais la technique adoptée pour la protection des plages. Ou est par expérience, là où les plages locales, quand les hâteaux font des enrochements, c'est des plages qui ont été totalement attaquées. Il n'y a plus de plages. البلايص راهو هم نعرفوهم صارت في نابل صارت هنا في رفراف صارت في برشا بلايص لا تكنيك دو رونجمون سي با اون تكنيك كي بروتيج لي بلاج تشوف حتى مبسطوها برشا انت كي تقع لاتاك دو لاول وقت تتاكي لاول وقت تهبط لاول هي بيدها كي تهبط على الحجر تعاود تجبد الرمل معاها وتهبط بيه تخرج بيه معناتها اون اكسيلير لو فينومون دو ترانزيت او ديتريمون دو لا بلاج اللي فيها لونجمون معناتها المشروع تعمل وهو في حد ذاته ماهوش باش يعطي نتيجه بكل حمايه البلاج باش يولي ديزونروشمون محطوطين هكاكا سون توتفوا افوار اون بلاج دريير ولا تحت ولا قدامها اكري جامي لا بلاج. فو روبوزي لا كيستيون است كو سيز اسكاليي تيل كيزون ايتي كونسو اون ايتي كونسو دو مانيير بيرتينونت بار رابور او كونتكست و ليدروديناميزم تاع الشوط تاع لي غروت. Il y a d'autres manières d'aménager des escaliers, etc. Et puis, tout cet aménagement abominable ne justifie en aucun cas la protection de trois points d'accès qui sont les escaliers qui mènent aux grottes. Mais l'autre, c'est le projet qui a été présenté par le bureau d'études, la solution. Car il montre que c'est une حالة من انجراف البحري وزاد انجراف جاي من ميه سليم الأمطار. Donc, تطلب الحماية. على طول الفاليس وكذلك من الاول لا بروتيكسيون دو بي دو فاليس بالانروشمون واثنين يعمل الريزو دو دريناج بو انترسبتي تو لي زو دو بلوفيال اللي جايين ولي اشوميني فير البحر لا سوليسيون هذه كانت كالكوت تقريبا مليار و200 لكن واحده نحن بالكونسلتاسيون بطبيعه مع لابال وقتها قلنا في جلسه قلنا نحن هذايا البقعه هذه عندها اون سبيسيفيسيتي Donc il ne faut pas défigurer toute la zone. Quand on a besoin de la protection tout le long de la falaise, on va défigurer l'aspect de la grotte, de la benzarte, qui est tout le monde. Dalou, il a été aménagé depuis très longtemps, avant l'indépendance, pour récupérer les eaux de pluie, pour qu'ils puissent se déverser sans créer d'autres une autre érosion à la substrat. البقعة اللي اخترناها هذيك وبالليتود معناها بالواحد الكونفيرم لو شوا اللي صار قبل وقت فرنسا خاطر هذاك مسلك غابي كان موجود وهما جاوا عملوا في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في البوان دانترسيكسيون تاع الاكزيتوار تاع لي دو باسان فيرسون عملوا انوفراج بيوزي
دونك سيتي لو بون شوا معناها حتى كان ترجع علاش هما اختاروا غادي وقت فرنسا بور فير سيت بيست وعملوا لوفراج بوجي خاطر البلوان هذاك سي البلو اكسبوزي باش تعدى فيه مجرى تاع ماء لو سول ابسوربون في هذاك ساعة لي كونتيتي دو اللي هابطين ماهمش انورم برشا ميم لي كونتيتي دو اللي يهبطوا اللي هما ماهمش بصفه دوريه كبيره معناتها سي اوكازيونيلمون باش يهبط برشا ماء لور دو اون بولوي فريمون تيرونسيال في المكان هذاك الهبوط نتاعها هي هو بيدو فيه لو باساج نتاعو اللي عامله بصفه ناتوريل والماء يهبط سي فري كي في بتيت ايروزيون بتاتر في الباساج نتاعو خاطر لو روسيلمون نتاعو في بتيت ايروزيون اوسي سو لا بلاج مي سي سيكليك و تنجم تقول دابري لو سيت الموجود غاديك ماهوش ان فينومين يعني غراف ولا فينومين اللي نجمو نمشيو نبنيو له احنا quelque chose comme un dalou qui m'a mamoul hadek avec cette largeur d'ailleurs le dalou علاش largeur هذيك زاد largeur au-delà de 5 mètres mamoul pour passer des camions et en plus par un passage d'eau تحت هي avec deux filles de conduite en bas et avec un plan incliné pour faire arriver l'eau vers la plage برج هذايا اول حاجه ساعه كسروا الجبل اللي هو كان يحمي البحر كسروا الجبل وعملوا البيتون ارمي وعملوا قنطره راكم شفتوها عرضها 7 متر ولا 8 متر تهز الكراهب وتهز دو سيمي رومارك واحد يتساءل اسكو سيت اوفراج هذاك اللي في اسونسيالمون بور لي كوز دو بروجي كوم كوا سي بور pour protéger معناتها la plage de derrière il y a vraiment la chose جديده on protège la plage de derrière et déjà nous avons pas assuré la sa protection de devant معناتها on le protège de derrière donc ça fait un peu trop pour protéger les plages de deux côtés l'érosion موجوده على كامل ساحل الجمهوريه avec des endroits où elle est très accentuée des endroits où elle est moins accentuée en tout cas la zone des grottes n'est absolument pas prioritaire parce que les signes d'érosion ne sont pas visibles. C'est une zone forestière, يمنع فيها البناء ولات الناس تحل في الطرقات ولات معناها الناس تحل تبني في الديار في وسط الغابة واللي يزيدك أكثر واللي أغرب من هذا اللي في منطقة محجر فيها البناء والناس تبني في فيلات بالمليارات يدخلوا لها الماء والضوء ما مازال كان له ناس وغيره مي سي بال هذا الطريق هو السبب السبب هو لو كونترول من الغابات من البلدية من الولاية من التجهيز هذا اللي هما خلوا البنيكة كي تعمل مهم توا شنو باش نعملوا بعد توا اللي صار صحيح غلط نجموا نحن في إطار أخصائيين من وزارة البيئة ووزارة التجهيز نلقاو الحل وإن شاء الله الحل موجود ويتحط على عين المكان في الجمعة الجاية إن شاء الله هذا إهدار المال العمومي والإهدار المال العمومي يجب تحل فيه تحقيق وكل ما هو عنده جانب ولا عنده مسؤولية في المشروع يجب يحقق وإنسان يعطي لكل حق حقه المشروع هذا لا طلبته بنزرة ولا طلبوا مواطنين بنزرت ولا طالبينه حتى حد، احنا عندنا اولويات اخرى، عندنا الكورنيش قريب يطيح الحدود نتاعه، عندنا الكياس تاع الكورنيش ما عادش نمشيو عليه، لو سيمي رومورك كانت عنده دو سيمي رومورك معبيين في الكورنيش اللي يطيح الكل، عندنا منطقه سيدي سالم، عندنا منطقه عندنا مشاكل اخرى كبيره برك في بنزرت، والمشاكل لا بلاج دو بيزيرت اللي هي وعندنا ديجا عندنا مشاكل نتاع البيئه في الميناء القديم وما ادراك الميناء القديم اللي تو الريحه نتاعه طالعه، اللي الناس اللي اليوم تصب في الماء المستعمل فيها هي لي دو ستاسيون موجودين تاع حسن نوري نتاع باب جديد يصبوا لليوم مازال يصبوا في الفيوبور والناس ساكته ونجيو نعملوا احنا مشروع كيما هذا